انطلقت فعاليات مهرجان المستقبل للتنمية المستدامة الذي تقيمه جامعة المستقبل، حيث تخلل المهرجان كل جوانب الاستدامة في مجالات البيئة والطاقة والذكاء الصناعي وغيرها، وعرضت كل براءات الاختراع التي توصل إليها الطلبة والأساتذة من خلال إبداعهم في هذه المجالات. نشارك في هذا المحفل العلمي حوالي 40 جامعة حكومية وأهلية و10 جامعات أجنبية، إضافة إلى حضور أجانب من ماليزيا وأستراليا وإيران وسوريا ومصر ودول أخرى، وجميعهم أساتذة. تضمن هذا المحفل العلمي أيضا 57 ورشة علمية تناقش مشاكل وتحديات التغيرات المناخية بالعراق، وتتضمن المدن المستدامة وتكنولوجيا الزراعة الحديثة. الشباب لهم الدور الكبير في هذا الموضوع، خصوصا دور نأمل أن يكون هذا الدور في مجال الذكاء الصناعي وتطبيقاته وحماية البيئة والحفاظ على البيئة، لأنه أهداف التنمية المستدامة هي المحافظة على الموارد. شهد أيضا مهرجان المستقبل إقامة بازارات لدعم المشاريع الصغيرة ودعم المبدعين من الطلبة لصناعة جيل مقتدر على النهوض بالصناعات الوطنية، وجيل يحافظ على مصادر الطاقة ومواردها في العراق. احنا مجموعة طلاب قلنا نسوي مصفى نفط حديث ضمن المواصفات اليورو 5 الجيل الخامس للمصافي الأوروبية، وهي مصافي تعتبر هي من أحدث الأنواع الموجودة حول العالم، لأنها تعتمد على عدم الانبعاثات أو صفر انبعاث نظريا، وتكون هي يعني أحدث ما موجود حاليا من المصافي. هنا حتى الغاز نستثمره، ما عندنا عملية حرق الغاز، بالعكس هنا نستفاد من عدة بالأمور، الأمور المنزلية، أمور السيارات، توليد الكهرباء، كل الأمور اللي نستخدم بها الغاز. كثير من براءات الاختراع اللي تواجه الأوبئة اللي يتعرض لها البلد، وكذلك الأمراض المستحصية وخصوصا أمراض السرطان، وابتكارات علاجات تقلل من الإصابات اللي يتعرض لها المرضى. الابتكارات اللي اخترعوها وبراءات الاختراع هي مطبقة على أرض الواقع، كذلك استغلوا الذكاء الاصطناعي في تطوير مهارات التعليم الجيد في الجامعات العراقية والدراسة الرقمية. مواكبة الجامعات العالمية وما توصلت له العلوم الحديثة في التنمية المستدامة وتفاصيلها التي دأبت جامعة المستقبل على تطويرها والاهتمام بكل جوانبها. من محافظة باب العلف ليفل الرشيد.